تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم إلى أبرز الأخبار في دقيقة. وزير الدولة لشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش يقول الاتفاق النووي أعطى رسالة خاطئة للنظام الإيراني. وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان يعلن اتفاق إيران لم يمت وماكرون سيتصل بروحاني. قوات سوريا الديمقراطية تستأنف عملياتها ضد داعش شرق سوريا. أيضا في أخبارنا، ثلاث انفجارات متتالية تهز العاصمة الأفغانية كابول. وفي أخبارنا المنوعة، إنستغرام سيضيف مقاطع موسيقية إلى قصص مستخدميه. وفي الصحة، اكتشاف علاج جديد يعزز نمو الشعر ويقضي على الصلع. أما في الرياضة وأخيرا، سان جيرمان يتوج بلقب كأس فرنسا للمرة الرابعة على التوالي.